الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لذوي الألباب والاعتبار صمتا فما عاد الكلام يطاق هذه الذنوب نتاجها الإخفاق فالعقل يلهو في نعيم زائف والروح في لجج الهوى تنساق ما عاد يجرحنا أنين مصابي أو عاد يفرحنا هنا الأحباب صرنا نكيد ونصطلي من غيظنا والأرض تغرقها بحور عذابي فالضرب ضاع وضاعت الأوراد وكتاب ربي هجره يزداد صوت النصيحة خائف متنكر والمنكر استعلى فعم فساد فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدي الحبيب ونقتدي لنسطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضيعها الهوى بمذلة قسما برب الكائنات وما لنا إن لم نعد للدين غير ضياعنا تصفو السماء إذا اتخذنا ديننا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل حلقة من برنامجكم ملتقى الأحبة وبالفعل نلتقي فيه بالأحبة. اليوم بإذن الله عز وجل معي ومعكم فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ أخي الحبيب بلال شيعة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. ومعي الأستاذ مروان عبد الشافي. أهلا وسهلا. لكن اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم في موضوع عظيم جدا وهو بداية لنا في السلسلة وهو تلك سنتي. هو موضوع مهم جدا. بسم الله ما شاء الله يشكرك على اختيار الموضوع. فتح الله عليك وجزاكم الله خيرا على اختيار الموضوع. يعني موضوع شيق للغاية. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص والقبول. اللهم آمين يا رب. بداية أرحب بالأب الفاضل الشيخ طه حسين يعقوب. شرفت جدا بحضرتك وشرفت طبعا بالشيخ بلال وبيك يا أستاذ أحمد. جزاك الله خير. حضرتك عايز أدخل على حضرتك في سؤال مهم قبل ما نخوض غمار الكلام عن السنة. الأول عايز ما هي السنة؟ هي السنة لما بيجي عرفوها من ناحية الشرع يقول إن هي كل قول أو فعل أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول أو فعل أو إقرار أو إقرار أي حاجة قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سنة. تمام. أي حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سنة. أي شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه فهو سنة. صلى الله عليه وسلم. يعني أي حاجة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة. شاف الصحابة ذم الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه لأنهم بيحطوا قاعدة بيقولوا إنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو هو خطأ كان يقولوا له هذا خطأ. تمام. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعل شيئا فلم ينهه يبقى هذا إقرار منه. يبقى السنة قول وفعل وإقرار. صحيح. قول وفعل وإقرار. تمام. طيب تفضل يا شيخ. طيب شيخنا الحبيب أنت حضرتك شايف الناس في هذا الزمان لماذا لا يقدرون أهل السنة ولا يحترمونها؟ قضية البعد عن الدين والتغريب كموجودة هي دي منشأها أصلا من إن الناس إن حصل لهم نوع من أنواع الانهماك في الدنيا الشديدة فصار في بعد شديد عن الدين فبعد الدين ده هو اللي خلاه يبعد عن السنة. صحيح. تاني حاجة إن وسائل الإعلام كل تسليطها وضوءها على مهاجمة أهل الدين. صحيح. على مهاجمة أهل الدين. نعم. فبمجرد يعني إن كانوا بيقولوا في طرفة كده يقول أن الإنسان إذا ذهب إلى مسجد فسرق حذاؤه فأهل الدين لصوص كله. إذا ذهب رجل إلى مسجد فسرق حذاؤه فكل المصلين لصوص. فكل المصلين لصوص. وإذا ارتكب رجل ملتحن خطأ فكلهم أخطأ. وإذا ارتكبت امرأة منتقبة خطأ فكل المنتقبات في منتهى السوء. قضية التعميم. بس. فهي العملية كلها يعني إحنا ليه بنحط الأشخاص حكم على الدين؟ تمام. النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعدة لو إحنا تعاملنا بها على المستوى العام أو على المستوى الشخصي هنستريح إن كل ابن آدم خطأ. تمام. العصمة انتهت بموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يخطئ. صحيح. أنا ليه بتطلب مني إنك أنت لما تخطئ أنا أتجاوز عن خطأك لمجرد
انك انت لست بالاحياء. وليه بتعظم الخطأ بتاعي وتحمله للدين وقد اكون مختم بشكل شخصي؟ صحيح. فانت ليه بتحملني خطأي؟ يعني انت حملني بشكل شخصي خطأي، ما تحملش الدين خطأي. انا اخطأت، تعال قول لي انت اخطأت في كذا، فلا تحمل ان انت رحت المسجد فسرق حذائك، فده شيء طبيعي، فممكن اي حد يسرق حذائك. اشمعنى كل المصلين صاروا لصوص؟ واحد ملتحي أخطأ، ليه بحمل كل الملتحين خطأه ويقول إن كل الملتحين كذا؟ يعني كذا مرة يلقاك أشخاص يقول لك أنت إيه ده، كل الملتحين كذا، كل الملتحين كذا. صحيح. طيب ليه 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 أنت قابلت واحد ليه عممت؟ صحيح. ما هو في الناس اللي مش مربيه ده انا في حراميه كتير ونصوص كتير ونصوص كتير، ممكن اللي سرق الحذاء مش مصلي اصلا. صحيح. هو جاي ياخد. تمام. فهي قضيه بقى ان ايه، ان 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 تجسيد الدين في هيئه معينه، وان دول اهل الدين، وتعظيم الخطا ده قلل من شان اهل السنه. ثاني حاجه، الافلام من ايام ما بدات، من ايام عبد المنعم ابراهيم وايام عادل امام، كل دول مثلوا اهل الدين بهيئات جعلت نفره ما بين الناس وما بين اهل الدين. بس هو لحد دلوقتي لو الفطره سليمه، انت سالت اي واحد اقول له ادي له ورقه قلم وقول له ارسم لي راجل دين، هيرسمه لك بلحيه وبجلابيه. صحيح. صحيح. هي القضيه حضرتك اتكلمت فيها يعني نقطه مهمه جدا. صحيح. وهي تشويه اهل الدين. نعم. سواء بالفن او بغيره او بالكتابه او او او، طب نجابه يعني هذا الفكر ازاي؟ ما هو انت عشان تجابه هذا الفكر انت محتاج ان كل شخص التزم بهيئه الدين واستقام، ان الشخص ده يبدا يكون مثل يحتذى به. لكن انا بكبر خطاه ليه؟ يعني انا دلوقتي انا جيت اتعاملت معك بشكل شخصي وانا اخطات، فانت بتحملني خطا كبير ليه؟ انا ما انا اكيد بتحمل تبعات كتير عشان انا افضل. يعني انا حسن الخلق ده شيء مش سهل، شيء صعب جدا. انك انت تهاجمني وانك انت تطلب مني ان انا ابقى كويس وان انا ابقى مستقيم وان انا ما اكذبش وانا وانا وانا، وفي نفس الوقت انت بتعمل كل ده معايا. تمام. فانا لما اجي لحظه واخطئ فبتحملني ليه؟ فانا بطالب كل الملتحين او كل الملتزمين بدين الله او كل المستقيمين انهم يبقوا قدوه ويتعاملوا مع الناس. صحيح. بهيئه الدعوه. صحيح. وبطالب الناس انك انت ما تحملش خطأي فهم لا يحتمل. تمام. يعني انا اخطات، تعال قول انت اخطات في كذا. والنصيحه فرض. نفس صم سئل على النصيحه قال النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامتهم. فانا من حقك ان انا لو اخطات انك انت تيجي تقول لي انت اخطات في كذا، وانا اذا كنت مخطئ هقول لك والله انا اسف انا اخطات في كذا وكذا وكذا. اذا ما كنتش مخطئ وليه وجهه نظر هقول لك ان وجهه نظري 1 2 3 4. لكن ما تحملش خطأي فوق ما لا يحتمل. تمام. فاحنا بنقول ان الاخوه لازم تتحملوا تبعة الدعوة لدين الله، وبنقول للناس رفقا بأهل السنة. صحيح. واحدة واحدة بالراحة علينا شيء. صحيح. بالراحة، لأن أنت بتعاني، أنت بتعاني في المواصلات، وبتعاني في الشغل، وبتعاني في بيتك، وبتعاني في عملك، وبتعاني في رزقك، بتعاني في دعوتك، فأنت عايش معاناة في كل أيام. يعني أنت لازم في كل الأحيان أنت مراقب، كل الكاميرات مراقبة عليك. صحيح. بمجرد أنك أنت بتعمل تصرف صغير فتلاقي كل الناس بتهجمك وبتهجمك بشراسة. يوم ما تكتب كلمة ولا حاجة تلاقي الهجوم عليك شرس جدا. صحيح. بالراحة. تمام. بالله احنا والله ما عايزين لكم الا الخير، عايزينكم كلكم تخشوا الجنه. الله يرضى عنك يا شيخ. يعني كل الدعاء واحسنهم كذلك كلهم. انهم كلهم عايزين ياخدوا الناس زي ما قال ربيع بن عمر، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد. هي دي قضيتنا في الحياه. فقضيتنا في الحياه اديني فرصه نساعدك. انا لما اجي اقول لك ان انا بحبك وان انا عايز اديك ملحوظه، او انا بقول لك درس، او انا بقول لك خطبه، او انا كل همي انا مكرس حياتي دي عشان اخدك ونروح سوا الجنه. تمام. فديني فرصه. صحيح. جزاك الله خير. شيخنا الحبيب، هو هل يعاتبنا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك سنته؟ اكيد. اصل هي القضيه احنا لازم نقسم السنه الى سنن عبادات وسنن عادات. سنن عبادات، سنن عبادات وسنن عادات. سنن عبادات دي ما ينفعش حد يفارقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، من توضأ مثل وضوئي هذا. فكل واحد بيتوضا على هيئه غير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الخوف ان وضوءه يبقى مردود عليه يبقى ما توضاش. يعني الناس بتحدث في الوضوء حاجه كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه والصحابه تعجلوا صلاه العصر، فكانوا بيمسحوا على رجليهم، فالميه ما كانتش بتوصل للكعبه من ورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ويل للاعقاب من النار. ففي ناس، يعني كان رجل اسمه ابو حسن الوضاء. ابو حسن الوضاء ده كانت شغلته، هو سمي كده بالوضاء لانه هو كان بيقف على الميضه ويقول ده
انت مش متوضي، ارجع اغسل رجلك، القفه مش من الوضوء، مسح الراس مره واحده، مسح الودن مره واحده، وهكذا. يعني فاحنا العبادات دي هي ضيع من اللي ان انا كنت في مره في مسجد فسالتهم انت تعلمت الوضوء ازاي؟ تمام. فكل تعلم الوضوء ازاي؟ كل واحد فينا ما جابش نص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يتمثل به. سيدنا عثمان بن عفان لما رضي الله عنه لما حب يعلم الناس الوضوء جاب الوضوء، جاب الميه وبدا يتوضا، وبعدين قال لهم التوضؤ النبي صلى الله عليه وسلم مثل وضوئي هذا. وقال والحديث مسلم، وقال من توضأ مثل وضوئي هذا فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه او لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له. فهي القضيه دي، يعني انا تعلمت الوضوء منين؟ انا شفت ابويا بيتوضا. طب ما انا ممكن ابويا ما كانش بيعرف يتوضا. انا شفت المدرس بتاعي ما بيعرفش يتوضا، يمكن ما بيعرفش يتوضا. شفت زميلي بيتوضا، يمكن ما بيعرفش يتوضا. اللي علمنا الصلاه يمكن ما بيعرفش يتوضا. فالقضيه ان ما لا القاعدة عندهم كده، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا كان الوضوء لا يصح يبقى الصلاه لا تصح. تمام صحيح. فدي سنن عبادات ما ينفعش تبقى في عباده من غيرها، يعني لازم تتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيغسل ايده ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. صحيح. فكل صلاه مخالفه لهيئه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الرجل، الرجل ده كان ايه؟ كان بيصلي قدام مين؟ امام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وشايفه وقدام عينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صلي فانك لم تصلي. فدي سنة العبادات، ان النبي صلى الله عليه وسلم شايفه هو بيصلي وقال له ايه؟ عد صلي فانك لم تصلي. سيدنا ابو هريره راى رجلا يصلي فقال لو مات هذا على هذه الصلاه لمات على مله غير مله الاسلام. يا الله يا الله. وصلت لهذا الحد؟ طبعا ما بيصليش. هو في ناس كده بتقف تصلي ما بتصليش. يعني هي دي كده لما تيجي العلماء يمسكوه، ده بيصلي لا ده بيصليش، ده بيعمل تمارين رياضيه. صحيح. ماشي. فالعمليه كلها دي سنن العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فما ينفعش اي حد اي حد يسيب اي سنه منهم. فطبعا اكيد لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عد فصلي فانك لم تصلي، ده ما صلاش اصلا. صحيح صحيح. لما سيدنا ابو هريره يقول لو مات على مله غير مله الاسلام يبقى ما صلاش اصلا. صحيح. يبقى دي ما ينفعش حد ايه نتكلم فيها اصلا. نتكلم في سنن العادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب ازاي؟ فدلوقتي اصبحنا في قضيه الاعجاز العلمي، يقول لك اصلا انت لما تشرب ثلاث مرات، المره الاولانيه بتمهد الكبد، والمره الثانيه بتسقي الكبد، والمره الثالثه وده بيزيد الفقاقيع وبيقلل الانزيمات، وانت لما تصلي الكلام ده احنا مش محتاجينه عشان احنا مش محتاجينه عشان نقول لك ايه اشرب على ثلاث مرات. انا لما بشرب على وجه تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله جل جلاله، سواء كان في فائده صحيه او ما فيش فائده صحيه دي مش قضيتي. ما انا مش بصلي عشان انا بعمل تمارين لرقبتي وعشان الماء الدم يوصل لدماغي، انا بصلي عشان ربنا امرني اصلي. سبحان الله. فهي دي القضيه، ان اذا كان العلم النهارده بيقول لك انك انت لما تنام على جنبك اليمين فده مفيد جدا عشان الكبد بيبقى في موضعه والمعده في موضعها والرئه في موضعها والقلب في موضعها، فانت لو نمت ساعتين اريح من 6 ساعات بتنامهم على جنبك الشمال. انا مش محتاج الكلام ده، انا كده كده هنام على جنب اليمين. فانا هي دي سنه ده. فانا باخدها على وجه التقرب ووجه الحب. نعم. ايه هو المحب لمن يحبه مطيع. الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي نام كده، هنام كده. نعم. قال لي ما تنامش على وشك، مش هنام على وشك. قال لي نام وانت شيطان، مش هنام على وشك. قال لي لما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كان بيمشي بهيئه معينه، بيمشي على رجله، همشي على رجلي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كانه ينكفئ مصاب نازل، فانا همشي كده. فكون انك انت تدعي المحبه، فازاي تبقى بتدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تتبع امره؟ صحيح. صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قضيه تقصير الثوب قال ايه؟ لما راى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلبس ثوبا فقال له ازره المؤمن الى منتصف الساق. نعم. وبعدين قال له كلمة جميلة قوي، ألا ترضى بي مثلا؟ الله. فأي حاجة أنت تخيل أنك أنت لابس الجلابية أو القميص طويل شوية، أنا بس أنا بيقول لك ها ألا ترضى بي مثلا؟ إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قصة عدم اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب، يعني منتشرة كثيرا. طيب ما الذي يجب علينا فعله لكي نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق؟ ما هي القضية دي بتنقسم إلى شقين، أنا ليه ما بتبعش وإزاي أتبع. تمام. القضية الأولى هي قضية التغريب. قضية التغريب. إحنا عندنا عقدة اسمها عقدة الخواجة.
تمام. انت لما تلبس اي تسال اي شاب انت لابس بنطلون مقطع ليه؟ بالظبط. لان هو مقلد، مقلد جاب التقليد بتاعه منين؟ من بره. من بره. كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كلمه جميله كده، بيقول ايه؟ لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. نعم. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. نعم. الله. فالنهارده انا لما اجي محتاجين الحديث ده قوي. او المقوله دي قوي. انا لما اجي اسال واحده محجبه انت جبت حجابك منين؟ هل يعني انا كنت دايما لما اقابل حد لابس نقاب فاقول لها انا هقول لك حاجه، اقرا شروط الحجاب. فلو مسكنا الشروط اللي الشرع حطها للحجاب او اللي اتفق اهل العلم على انها مستنبطه من الاحاديث والادله، هتلاقي معظم الناس مش لابسه حجاب. تمام. موضوع الحجاب على بنطلون والحجاب ده مش دين ربنا. لا يصف لا يكشف، ليس يسوي شهرة، ليس يسوي زينة، ليس زينة في نفسه، لا يلفت النظر، هي دي شروط الحجاب. تمام. فأنت ما تبقاش القضية، فهي كده ده قضية التغريب، إن احنا بقينا نتفنن في قضية الايه، في قضية التقليد البحت، ونسينا شرع ربنا. فاحنا عشان نرجع شرع ربنا فاهمين ان التمسك بالدين تخلف. يعني انت لما تروح اي حته وداخل بالجلابيه ففاكرينك انت ايه، ده تخلف. ليه تخلف؟ انا لما اخش لك لازم اخش لك ببدله، ولازم اخش لك بكرافته، ولازم. تمام. انا بقول لهم في حياتي انا لحد دلوقتي من طول حياتي عمر ما حد قال لي فايده للكرافات. ايه الفايده بتاعتها؟ ايه الفايده للكرافات؟ هي يعني بتخنق بس. صحيح. ليها فايده ثانيه؟ والله بتخنقنا فعلا. انا ما اعرفلهاش فايده. يعني ولا عمر حد قال لي فايده ليه. نعم. طب ايه لزومها؟ تقليد بحت. طب انا بقلد ليه؟ طيب يعني انا لو دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بجلابيه وانت دخلت ببدله وكرافته ايهما احب اليه؟ طبعا الجلابيه. بس خلاص هي دي قضيه التغريب، انك فاهم ان التقدم انك انت تلبس بدله وتلبس كرافته او تلبس ببيونه مش عارف تلبس ايه او ونبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ احب الثياب اليه القميص. وحب الالوان اليه البياض. تمام. لا اصل مش يعني ما هو هيتكلموا مثلا في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها يقول لك ان الله جميل يحب الجمال. طيب ايهما اجمل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ولا الغرب بتاعهم؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني لما تجيب الغرب بتاعهم تجيب الراجل بتاعهم اللي شعره منعكش ومش عارف عامل طف وعامل ايه وعامل ايه وعامل ايه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايهما اجمل؟ اللي طبعا زي النبي صلى الله عليه وسلم بتقلد الاجمل. صحيح. وبعدين اصل هو الجمال ده نسبي، ما تراه انت جميلا قد اراه انا في منتهى القبح. فاحنا اللي هيحكمنا في قضيه الجمال الشرع، الشرع امرك بمين؟ بزي النبي صلى الله عليه وسلم او باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى لكي نتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب نتبع اقواله وافعاله. هي ما هي الاشكال كده. تمام. انت تكلمنا في قضيه التغريب، انت ماشي هنا في التغريب ليه؟ تمام. وليه ظن ان ده تقدم وتطور؟ تمام. ليه ظن ان الجلابيه تخلف؟ وليه ظن ان البدله تقدم؟ طب ما تخلي الجلابيه تقدم. هو العرب ما كانوش متقدمين؟ العرب كانوا متقدمين. كانوا هم بيحكوا كده في الايه في, 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 في اوروبا، وسط اوروبا في القرون الوسطى دي بيسموها عصر الظلام. فكانوا بيقولوا ان الاوروبيين كانوا عشان يروحوا ياخدوا العلم كانوا بيروحوا ياخدوه في الاندلس. تمام. فبيضطر يتعلم اللغه العربيه عشان يتعلم العلم. طبعا. فكان يرجع اوروبا عشان يثبت انه مثقف ومتعلم، فكان دايما يدخل كلمتين عربي في وسط الكلام اللي زي ما بيحصل الان عندنا. فانقلبت الموازين. انقلبت الموازين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع حضراتكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ورجعنا تاني بعد فاصل قصير. دعونا نستمع ايات قرانيه من حبيبنا بلال شيخ. لكن جزاك الله خير. اعوذ بالله من الشيطان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول،
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر، جزاك الله خير شيخ، جزاكم الله خير، ربنا يجعلك من زين. طيب أنا عايز أرجع للشيخ طه، حضرتك إحنا لما واحد فينا عندما يأخذ السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سواء كان قاصدا أم لم يقصد. أكيد. ما هو بيقلد ليه؟ تمام. بس احنا عايزين نقول إن الدين ده ما هيش الإنسان بيتمسك بسنة ويترك الدين، ده مجموعة على بعضيها. فأنت لما تاخد هتاخد مجموعة على بعضيها. تمام. يعني الدين مش عبارة عن إن كل واحد بينتقي اللي بيعجبه فيصير الدين هوى. تمام. لا لا لا. يعني فانت بتاخد من الدين كل شيء، ما تبقاش انت بتنقل اللي يعجبك وتقول ده انا هاخد يوم مش هاخد دين، لا، انت مأمور بانك انت تاخذ بالدين كله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يعني في واحد يعجبه التعدد في الدين فيتعدد، لكن ما يربيش، لانه في واحد يعني قضيه ان كل الناس عماله تربي شعرها موضه، فهو تربيه الشعر سنه، وحتى هم بيعتبروها من سنن العادات مش من سنن العبادات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحيه امرنا اربع اوامر، قال وفروا أرخوا أطلقوا أعفوا، وفروا أرخوا أطلقوا أعفوا. فأنت قدامك أربع أوامر ونفس ما أمرش بتاع أحبب بإطلاق الشعر ولا مرة، فأنت قول له أنت مربي شعرك، إذا افترضنا أنها سنة وسنن من العادات، طب ما تربي دقنك أولى بالمرة. فأنت بتاخد ليه بحاجة وما بتاخدش بحاجة بالظبط، ماشي؟ فالعملية كلها ما تجيش تاخد من الدين حاجة وتقول دي السنة وتتمسك بيها، زي اللي بتمسك بقضية التعدد ويسيبه من ما بيسيب السنن والنوافل، طب ما خدها كلها على بعضيها. تمام. شيخنا يا ريت حضرتك ترجعنا للزمن الجميل، زمن الصحابة كانوا بيحترموا السنة ازاي؟ كانوا بيقدروا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ الزمن الجميل. هي قضية ان الصحابة رضوان الله عليهم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمحدش هيجي يقدر يقول ان هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر حبه حبهم له. صحيح. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتبع آثاره، كل شيء سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيعمله بالحرف، لا يغادره، حتى هم كده يقولوا حتى كان يخشى على عقله من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة، أي حاجة، هو كان مسافر في الحج، فنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر في الحج فجاء تحت شجرة فبال، فنزل فبال، قال والله ما لي حاجة بالبول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال هنا فأبولها هنا، وكان يركب دبته، يركب الجمل بتاعه، فيقول لها الحافر على الحافر حتى نصل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، حط رجلك مكان رجل مكان رجل مكان رجل عشان نوصل. فهو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه يسمعها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ليه؟ لان برضو دي نقطه مهمه والمفروض ان احنا لابد ان هي ما تسيبناش ابدا. ربنا قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فعندما تقلد كل فعاله سواء الفعال التعبديه او الفعال الجبليه فانت متبع للاسوه. صحيح. فخلص انت كده ماشي صح. يعني ايه؟ بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في كل حاجه يبقى انت كده متبع، يبقى انت ماشي ورا الاسوه اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها قدامك. عشان كده بيقولوا ايه؟ ان احنا عندنا صف طويل قوي، الصف ده اول واحد فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الامام بتاعنا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حاطط ايده على كتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر حط ايده على كتف سيدنا ابو بكر، فانت لو ماشي في الصح تبقى ماشي صح. صحيح. في الصف كده تبقى ماشي صح. حضرتك خلفت يمين او شمال؟ تمام. ربنا قال كده قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أنت كل يوم بتقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، يبقى ما فيش صراط اللي وراه. صحيح. صلى الله عليه وسلم. طيب
فضلتك في هذا العصر بعض الناس الأقلية يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق، لكن مكانتهم يعني بين الناس أو في القلوب يعني مش عايز أقول يعني رجعت إلى الوراء، مكانتهم ليست كما ينبغي. إزاي مكانتهم تكون في قلوب الناس من يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر؟ ما احنا لازم نبص ان في ناس بتيجي تقول لك انا بكره اللحيه. تمام. طيب اللي بيكره اللحيه ده حكمه ايه؟ تمام. نعم. ده شيء من الشريعه. تمام. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى المشهد، بس عشان المشهد يتم تصوره محتاج وقفه ومحتاج تمثيل. بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم خارج في غزوه، والناس دول خارجين يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. واللي خارجين يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دول عندهش احتمالين، يا اما يرجع يا اما يموت، واحتماليه ان يموت كبير. تمام. يا اما يرجع يا اما يموت. ما هو اللي خارج مجاهد ده ما عندوش الا احتمالين، يا يرجع يا يموت، واحتماليه انك انت ترجع دي قليله. ماشي. ففي وسط المشهد دول ماشي قاعدين شويه، فبداوا ايه يهزروا، فبيقولوا ايه ما لقرائنا أرغب الناس بطونا وأكذب الناس ألسنة وأجبن الناس عند لقاء. نعم. الناس بتوع قراء القرآن بتوعنا دول دول بتوع فتة وبتوع أكل ومنهمش اللي بطنهم، والناس دول أكذب الناس ألسنة، كل ما تقعد معهم كلهم كذابين، كلهم منافقين، كلهم نصابين، وأجبن الناس عند لقاء. نعم. كان قاسي جدا. فتلك كلمات قالوهم، ركز معي، قالوا إيه؟ أرغب الناس بطونا وأكذب الناس ألسنة وأكذب الناس وأجبن الناس عند لقاء. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى إيه قال فيهم إيه؟ أيوة. رد قاسي جدا. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا بنهزر. يا الله. إحنا إيه بنهزر. قال ها أفي الله وآياته ورسول أبي الله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم. لا تعتذر. يبقى عشان هو قال بس ما اتكلمش على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اتكلم على اشخاص القراء، قال دول ناس بتوع بطنهم، دول ناس كذابين، دول ناس لما في الحرب لا ده بيهرب. ربنا قال لهم قد كفرتوا. فاي حد يستهزئ بشيء من السن، سواء القميص وتقصيره، سواء اللحيه، سواء النقاب، سواء السواد، سواء 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 اي شيء من الدين، فليكن على حذر. جزاك الله خير. لان القضيه ها هتيجي تقول ايه؟ انما كنا ناخذ ونلعب قد كفرتم. قد كفرتم فعلا. جزاك الله خير. مفصل. هم قالوا ايه؟ كنا ايه؟ كنا ناخذ ونلعب. ده هزار. ما فيش لعب بدين الله، ما فيش لعب بالشريعه. اصل ايه قضيه انك انت النقاب شريعه، انت بتعتقد ان دين. اللي بتلبس النقاب بتلبس الحجاب بشروطه، هي تعتقد انها دين تتقرب به الله، فانت بتطعن في الدين. يعني لما يطلع حد ويقول ان اللي مش لابسه اللي ماشيه مش متبرجه افضل من المنتقبه، ده كلام جبت منين ده؟ لا عقل ولا عرف ولا شرع ولا اخلاق ولا دين ولا اي حاجه خالص خالص نهائي. يعني انت لما تقول ان واحده متبرجه وواحده محجبه وواحده منتقبه وتقول ان دي افضل من دي، العقل يرفض الكلام ده. عقلك ايه؟ انت فين عقلك؟ انت تقول لي ان مراتك تبقى ماشيه عريانه ومراتي ماشيه محجبه وتقول ان مراتك عند ربنا افضل من مراتي؟ كيف؟ بلاش مراتك، مراتك محجبه ومراتي انا عريانه، مراتي افضل، مراتك افضل من مراتي ولا مراتي افضل من مراتي؟ ليه 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 نوصل لكده؟ ليه تبقى قضيتك ان انك انت مرصود ليه؟ ده دين ربنا، انا اتقرب الى الله بما استطيع، وانت عليك ان تتقرب الى الله بما استطيع. طالما انا بقول لك كان ضمان، انا بقول لك كده، بقول لك قال الله وقال الرسول، طالما انا اللي بقول لك رايي ولا منهجي ولا فكرتي، لا انا بقول لك كده ان اللحيه ان بس حط اربع اوامر. القرآن فيه ثلاث أدلة على النقاب، فيه أدلة النقاب كتير لكن ثلاث أدلة نصية على وجوب النقاب. فإزاي تقول النقاب مش من الدين؟ إزاي تقول اللحى مش من الدين؟ إزاي تقول الختان مش من الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول إذا التقى الختانان.
فازاي تبقى انت محسوب على الدين وضد الدين؟ دي حاجه عجيبه ما تعرفش ماشيه ازاي. صح، الله المستعان. شيخ بلال، بسم الله ما شاء الله، يعني صوت حضرتك ندي. صحيح. عايزين حضرتك تمتعنا بايتين كمان. الله المستعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. احسن احسن مالك شيخنا الحبيب. وحضرتك شايف ما نحن فيه الان، ما نحن فيه الان بسبب ان احنا مبتعدين عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي قضية الابتعاد عن السنة دي؟ قضية شخصية. قضية شخصية. انت مسؤول عن نفسك وهي مسؤولة عن نفسها وانا مسؤول عن نفسي اولا. انت مسؤول عن نفسك. صحيح. ربنا كده ولا تزر وازرة وازرة اخرى. فانت يوم القيامة هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. عرفت علمت الخمس أسئلة اللي هيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. علمت فما عملت فيما علمت. الله. عرفت إن اللحية فرض عملت إيه؟ عرفت إن النقاب فرض عملت إيه؟ عرفت إن تعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عملت إيه؟ عرفت إن الصلاة كمثل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عملت إيه؟ فهي مسؤولية شخصية إنك أنت كده النبي صلى الله عليه وسلم يوقف يوم القيامة سبحان الله له حوض الحوض واقف النبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه فبيقول لا يزادن أناس عن حوضي. في ناس جايه كده تشرب من أهل المله الأخرى. لا مش شربش مينفعش ارجع مش مكانك. ماشي. ولا ترد الملائكة أناس أعرفهم جايه كده ناس تشرب الملائكة ترجعهم. فيقول نفسه منهم من أمتي عرفهم بأنهم غر محجرين. فيقول نفسه منهم من أمتي فيقولون فيقول تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأنت نعم. قدامك حلين. لو انت متبع هتخش تشرب لو انت مبتدع ومفرط ومضيع فمسؤوليتك شخصيا مش هتشرب مسؤوليتك كده ان ومن يطع الله والرسول ما فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق
فاللي هيطبق شرع ربنا متمثلا متجسدا في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للشريعة بموجب الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص المسؤولية الشخصية أنت في النهاية، يعني هي في النهاية كل واحد لازم يحدد طريقه. أنا هحدد طريقي أن يؤتى بالموت على هيئة كبش يوم القيامة ويذبح بين الجنة والنار. الحديث كده أن يؤتى بالموت على هيئة كبش فيوقف بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة فيشرئب أهل الجنة يطلعوا لفوق كده ويبصوا ها أتدرون ما هذا فيقولوا نعم الموت، فينادى يا أهل النار فيشرئب إيه ده الموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود ولأهل الجنة خلود. أنت فين؟ نعم حدد مكانك، دي مسؤوليتك أنت اللي هتبقى يا إما نعيم دائم أبدي صرمدي خالد في مخلتي لا يحول ولا يزول ولا يتبدل ولا يتغير، يا إما عذاب أبدي صرمدي لا يحول ولا يبول ولا يتغير. حدد مكانك، دي مسؤوليتك الشخصية. إن كون إن أنا إن ربنا استخدمني إن أنا يعني أوضح لك الطريق أساعدك في طريقك دي خلاص أنا أبذل قصار جهدي. سيدنا يوسف عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح، إلا سيدنا هو قال وما أريد إلا صعيب قال وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. بس فهي العملية كلها أنا ليه أنا أحد أكثري. تاني حاجة كل واحد له بصر له بصيرة، كل واحد لازم يعرف نهايته إيه. الدنيا دي الرجل اللي بيستمتع بالمعصية والنهاردة عمال ينتقل من ديل دي ومن سيجارة المخدرات ومن واحدة لواحدة ومن يوم اللي هي ما هيتقال له ايه ذوق انك انت العزيز الكريم. الست اللي مستمتعة بجمالها وبتخلي الناس تتفرج وتصفر جمال ذوقي يوم اللي هي ما ليه هتروحي فين؟ فانت ليك انت ليك انت اللي دي حاجه بتاعتك انت مالناش دعوه، انت اللي هتحاسبي. انا مش هاجي انا اقف واتسال هي عملت لي، انت اللي هتسالي. ربنا قال كده وقفوهم انهم هي هتسال. فاعدي لكل هو ده الحجاب اللي امر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الحجاب اللي امر به الشرع، هي دي الهيئه، هي دي الطريقه في الكلام، هي دي الحياه، هي دي الصلاه، هو ده الصيام. ما انت هتتسال على دنيا ودي. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يعلم خائنه الاعين. كل حاجه تسال عليه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا. نعم. فانت كل واحد مسؤول. فقضيه اتباع الدين دي قضيتك انت الشخصيه، انت اللي هتخش الجنه وانت اللي هتخش النار. فكون ان حد يساعدك انك ياخدك للجنه المفروض ما ترفضش. وحضرتك قلت ان القضيه شخصيه، تمام، كل واحد عارف مصيره فين، تمام، من المفترض انه يعرف مصيره فين. طب ما هو دور الدعاء او دور العلماء الدليل، المفروض في ناس يعني يلتبس عليها الامر، في دليل اهو، تمام، ربنا حدد لك ادله. الادله ده الحاجه اللي ماشي قدامك العالم يقول لك تعالى امشي من هنا. دول ادله يعني كل في ما لا يخلو زمان من داعي وهاد الى دين الله عز وجل. فانت محتاج الدليل اللي يمشي قدامك يجي يقول لك ها عايز تصلي الصلاة تصلي كده، عايز تصوم الصيام بتصوم كده، عايز تحج الحج بتحج كده، عايز تلبس الحجاب شروط الحجاب كده، عايز معاملة المرأة زوجها كده، معاملة رجل امرأته كده. فالشرع يعني ايه الشرع كامل والشرع موجود والشرع ما فيهوش جديد. الشرع كامل من 1440 سنة وانتهى من 1430 سنة، اليوم أكملت لكم ده. فالشرع كامل ما حدش هيجيب شرع جديد، بس هي انت تشوف حد تثق فيه في دينه وتضعه بينك وبين الله عز وجل عشان تقلده وتكون على هديه. أن نقلده على نكون على هديه. من المفترض أن عامة المسلمين يعظمون دور العلماء والدعاء، ويكون يعني يكون العالم في عيونهم ذا وقار وذا هيبة. مفروض صح ولا أنا مخطئ؟ مفروض يعني المفروض أن العالم له دوره وله رونقه وله وقاره وهيبته. هيبة قضية بقى التغريب وقضية ضغط وسائل الإعلام وتشويه صورة رجل الدين هي أو تشويه الملتزم بدين الله المستقيم هي دي اللي وصلت الناس للشكل ده. تمام. طيب آخر سؤال لحضرتك، احنا تكلمنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتك تكلمت في قضية التغريب وبينت أنها قضية شخصية. هل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون آثم ويستحق العقاب؟ أنهي سنة؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي شاملة. أنهي سنة؟ احنا قلنا احنا دي سنة تعبدية، زي اصل احنا عندنا لازم نفرق ان عندنا مصادر التشريع قرآن وسنة. قرآن ما ينفعش اقول قرآن ثم سنة. ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، قال إن صلاتك كانت على المؤمن كتابا موقوتا. هجيب الكلام ده منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ما ينفعش ان انا اخدها ما اخدهاش، مش على الاختيار، فرض. ما هو صلوا كما رأيتم ان اصلي خذوا عني مناسككم توضأ من توضأ مثل وضوئي هذا. تمام، دي سنن العبادات ما ينفعش فيها فصال. تمام، ما ينفعش اكلم فاول ما اقول لك ايه، اقول لك لا معلش صلي العصر ركعتين، لا لا. فسنن العبادات ما ينفعش حد يغادرها، سنن العادات لك ان تاخذها. حضرتك دخلت تغتسل، في حضرتك خدت هيئه النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، انت في الحمام والباب مقفول عليك وبتاخذ حسنات. حضرتك عايز تاخذ حسنات خير وبركه، مش هتاخذ حضرتك، حضرتك زاهد براحتك. حضرتك عايز تنام، نام على جنبك اليمين، عملت سنه النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ حسنات. حضرتك ما نمش على جنب اليمين براحتك. حضرتك عايز تاكل، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد قاعده معينه للاكل، قعدت القعده دي هتاخذ حسنات. تمام، ما قعدتش خلاص انت حر. تمام. فضيلة الشيخ طه يعقوب الداعي الإسلامي الكبير، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك على تشريفك وحضورك لنا، شرفت ونورت وجزاكم الله خيرا. آمين وجزاكم الله خيرا. فضيلة القارئ بلال شيحة، شرفت ونورت وجزاكم الله خيرا على الحضور. طبعا أشكر حضرتك أستاذ أحمد، يعني جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. جزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.